الحدث الأبرز الفترة الأخيرة اللي هو الكيان الصهيوني والحرب على غزة، في قلائق كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. كلما ازداد الحصار والحروب ده بيعمل قلق مردوده على العالم ككل، لأن منطقة الشرق الأوسط هي اتصال مباشر بدول العالم أجمع. فالنهاردة لما يبقى عندي حرب في فلسطين وحرب في سوريا وحرب في لبنان والسودان، فدي كوارث الحقيقة ما أقدرش أقول عليها غير كوارث حقيقية. شعوبنا بتعاني معاناة غير عادية، ده هيأثر الحقيقة على كل دول العالم. النهاردة لما يبقى في استقرار، الاستقرار ده مردود وبيبقى على دول العالم، لكن النهاردة المناطق الملتهبة دي بتأثر على كل دول العالم. فلو اتكلمنا على حتى في التصدير، لا احنا شفنا اللي حصل في اليمن والسفن في البحر أثرت على العالم النهاردة لما، وده أثر علينا في مصر في قناة السويس. فإحنا لو اتكلمنا على القلاقل في الحروب ونتيجها، لا في قلق شديد من الحروب اللي حصلت في دول الجوار، وخصوصا إحنا مصر جنبينا فلسطين، الحرب اللي دايرة على الحدود. النهاردة اللي بيحصل ده مأساة بمعنى كلمة مأساة. ويمكن أنا من خلال برنامجك او من خلال لقائك بقول ان العالم واقف مكتوف الايدي على قتل الاطفال والنساء وكبار السن، واللي حاصل في غزة دي كوارث طبيعية. انا شايفة ان ده مردودها هيبقى مش على المدى القصير لكن على المدى الطويل، في مردود كبير على ده. النهاردة لما يبقى عندنا احنا الحرب في سوريا، الحرب في لبنان، الحاجات دي كلها الحقيقة بتأثر مش على منطقة الشرق الأوسط لكن مردودها، لأن إحنا ممرات عبر التجارة لكل دول العالم. فالنهاردة لما يبقى فيه قلق حاصل في منطقة الشرق الأوسط، ده الحقيقة هيبقى على المستوى السياسي والاقتصادي مردوده كبير جدا. حتى علاقة الدول ببعضها هيبقى في تناحر، هيبقى في عدم استقرار. عدم الاستقرار ده في تهجير، في لاجئين، في النهاردة تشرد لأهالي الدول دي. فللأسف الشديد احنا في معاناة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن العالم او العالم الغربي لو هو فاكر ان هو بمعزل عن ده، احنا شفنا بعد حرب العراق، شفنا داعش واللي حصل في ليبيا وحصل في العراق، وده تأثيره على الدول الغربية. فأي دولة النهاردة بيحصل فيها حرب بيتأثر على باقي المنطقة، ومنطقة الشرق الأوسط هي منطقة النهاردة أي قلق فيها مردود وبيبقى على مستوى العالم أجمع. يمكن أنا دايما أقول إن إحنا ما ينفعش إن إحنا الدول الغربية تكيل بمكيالين. يمكن إحنا لو هنتكلم على حقوق الإنسان ما ينفعش المجتمع الغربي النهاردة يكلمنا على حقوق إنسان ويجي مردوده النهاردة في المأساة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني، يبقى إحنا النهاردة بنكيل بمكيالين. فلازم الجهود تتوحد، وخصوصا في الدول الجوار ودول الشرق الأوسط، إن يبقى فيه تكتل. التكتل ده قوي، يبقى فيه مردود. المردود إن هو يخدم على القضية، أول قضية المفروض إن إحنا نشتغل عليها، ويبقى فيه توحيد للجهود اللي حصل في الأراضي الفلسطينية. لازم الكيان المحتل يعرف إن دي ناس بتحارب على وطنها. فالنهاردة لما نسيب الشعب الفلسطيني النهاردة ينتهك والأطفال بتموت والستات بتموت ونقعد نتفرج كعالم أجمع، الحقيقة دي مأساة، مأساة كبرى، ومردودها على المدى، يعني أنا مش هقولك على المدى الطويل لكن المدى القريب جدا، هيبقى فيه الحقيقة معاناة لكل شعوب العالم اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط. دايما اللي في الحروب العنصر الأضعف اللي بيتأثر أكتر وأكتر وأكتر هي المرأة. احنا لو جينا عملنا على سبيل المثال ما يحدث في فلسطين، هنلاقي أكبر نسبة في عدد السيدات وبعدها أكبر نسبة في عدد الأطفال. فدايما الست بتتأثر تأثر كامل ومباشر، ودايما في النزاعات والحروب هي العنصر الأضعف اللي للأسف الشديد هي أي انتهاك، أي حالات وفاة، أي اعتقالات، دايما السيدات هم اللي بيدفعوا ثمن عدم الاستقرار في المناطق دي. فللأسف الشديد لا، في معاناة على المرأة.
المرأة والمرأة تحديدا، وده يمكن اللي احنا بنرجوه ان احنا ودعمنا لكل نساء فلسطين وكل نساء اللي في انتهاك حصل عليهم من الحروب. فده الحقيقة مأساة حقيقية بتعيشها المرأة بصفة عامة والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. هو تكاتف الجهود، يعني احنا على سبيل المثال لو جينا اتكلمنا هنا على علاقتنا كمصر بدولة الجوار، الدولة الشقيقة فلسطين، هنلاقي ان احنا مثلا مجتمع مدني، امانات مرأة في الاحزاب، منظمات نسوية، التفكير الاكبر غير على مستوى الدول، بيبقى دايما المرأة بتؤازر المرأة وبتسعى ان هي تكون. احنا عملنا مبادرات كتير على فكرة لدعم المرأة الفلسطينية، فانا شايفة ان الاحتكاك ده وان احنا نقول لهم ان انتم مش لوحدكم ان احنا معاكم، ده بيبقى في تواصل مستمر، وده في حد ذاته مردوده جيد الحقيقة على النساء ان احنا ما نسيبهمش لوحدهم. غير على مستوى الدول، يعني احنا بنطالب دايما ان الدول تهتم بأن النساء وخصوصا في مناطق الحروب والنزاعات. هو المخرج على المستوى الدولي على مستوى دولهم لازم يبقى فيه تهدئة طبعا، ويبقى فيه انتهاء للحروب حتى يبقى فيه استقرار. لكن لو جينا اتكلمنا على وقت النزاع أو وقت الحرب، لا، لازم يبقى فيه دعم، ودعم كبير للسيدات. الدعم ده أشكاله متعددة الحقيقة. يمكن احنا قايمين بالدور ده كمصر مع الدول الجوار، يمكن احنا قمنا بالدور ده مع المرأة السودانية والمرأة السورية. احنا عملنا تواصل، يمكن انا هنا بكلمك كمجلس قومي للمرأة، عملنا تواصل مع السيدات السوريات في مصر والسيدات السودانيات الحقيقة، ويمكن المرأة الفلسطينية. كل الحاجات دي الحقيقة يمكن احنا اشتغلنا عليها، وفي دعم كبير للسيدات.